بونسوار. إذا مشاهدينا طقس الصيفي اعتيادي مشمس إلى غائم جزئيا أحيانا رح بكفي معنا للكم يوم يلي جايين، رطب نسبيا مع استقرار بدرجات الحرارة نهارا على الساحل. بالنسبة للداخل والبقاع الأجواء ما زالت حارة على الحارة، أما على الجبال والمرتفعات الحرارة عم بتكون معتدلة لمثل هيدا الوقت من السنة، إنما خلال الليل ميلة للبرودة مع تشكل لضباب محلي. أما هلا خلونا سوا نشوف طقس الليلة كيف عم بيكون. الليلة الجو غائم جزئيا، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 23 وال 24 درجة، أيضا الليلة في عنا تشكل لضباب على الجبال والمرتفعات، الحرارة بالأرز بتسجل 15 درجة، أما بالداخل الحرارة بتسجل بزحلة 19 درجة، حصبية 21 درجة، وبعلبك 20 درجة. خلونا سوا نشوف طقس بكرة نهار الأربعاء كيف رح بيكون. بكرة ببلش طقس قليل الغيوم ولكنه بيتحول تدريجيا مع تقدم الساعات لغائم جزئيا، الحرارة على الساحل بتسجل 29 درجة ببيروت وصور، 30 درجة بطرابلس، أما بالأرس 23 درجة. أيضا بكرة في عنا تكون لضباب على الجبال والمرتفعات وعلى المناطق الجبلية القريبة من الساحل. بالمناطق الداخلية الحرارة بتتراوح إذا بين 32 وال 35 درجة، الحرارة مثل ما ملاحظين مرتفعة والجو عم بيكون حار بالمناطق الداخلية. إذا بشكل عام طقس بكرة عم بيكون مشمس إلى غائم جزئيا، الحرارة بتتراوح على الساحل بين 22 و 30 درجة. بالنسبة للريح بكرة سرعتها ضعيفة، اتجاهها مازال جنوبي غربي، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة، أما الرطوبة بكرة عالية وبتتراوح بين 60 و 90%. ننتقل سوا لنشوف طقس الأيام المقبلة كيف رح بيكون. مثل ما ملاحظين مشاهدينا نهار الخميس الجمعة والسبت رح بكفي طقس مشمس إلى غائم جزئيا، رطوبة عالية، ضباب على الجبال والمرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة بتتراوح بين 22